ايوه لا الخسايف الاوائل لسه ما اتحسبتش بالنسبه يعني لسه كبيره الخسايف الاوائل لسه ما اتحسبتش يا جماعه كبيره الله لسه هنعرف لما نشوف احنا جمعنا الوقت حتى اللي فيه خسائر جالنا خبر ان المقر هيتم اقتحامه وحرق المقر اتحركنا كلنا نزلنا وقفنا تحت نقط قدام المقر عدى بتاع ساعتين لغايه الساعه 2 بعد كده الشباب اتحركت طلعنا احنا انا جو نص الجماهير الحمله في ميدان التحرير ونص البلد طلعنا قعدنا نهوط في المقر كنا 6 افراد وجينا احنا قاعدين جوه فوجينا نلاقي الباب بيطق وفي نار ماسكه في الباب جرينا على الباب لقينا ازايز من التوب بتترمي على الباب طرقه الباب كلها بتولع في نار داخله على المقر وعلى الورق حاولنا بقدر الامكان ان احنا نشيل الورق اللي جوه المقر نبعده عن النار حاولنا نسيطر على حريق بالبطاطين والميه والحاجات البسيطه اخذنا حوالي ربع ساعه في عقبال ما سيطرنا على الحريق بشكل كامل حسن ممكن تفضى دقيقتين بس انا بعتبر ان المسؤول الفعلي عن اللي حصل النهارده لمقر حمله التمرد واللي بيحصل كل يوم لحمله التمرد والاعضاء حمله التمرد هو محمد مرسي ونظام جماعه الاخوان المسلمين اللي بيثبت يوم بعد الاخر ان هو نظام اجرامي وان محمد مرسي بيثبت يوم بعد الاخر ان هو رئيس قاتل بالفعل وهي غيته الوحيده هي قتل ابناء الشعب المصري وسحلهم في الشوارع واحنا بنعتبر ان اللي بيحصل لينا هو مؤشر لارتباك هذا النظام الحاكم ودليل على سقوطه بالفعل هذا النظام سقطت شرعيته